أنت من إرث والدك في مسيرتك؟ من إيه؟ إرث الليجاسي تبع والدك. أكيد. نعم. نعم. نعم أم لا؟ نعم. هل ترتيب الأسماء بهمك جدا؟ نعم. نعم. هل النص أساس نجاح العمل؟ نعم. هل الإخراج أساس نجاح العمل؟ نعم. يدا حتنقي واحد. إزاي؟ ما هو الاثنين مع بعض، إحنا طيب. تيم وورك يعني. هل ممكن فيديو كليب ينجح فيلم؟ تجاريا ممكن ينجحوا تجاريا. نعم بس. أم لا؟ لا. لا. هل لديك حسابات سوشيال ميديا بغير اسمك؟ أوه نعم. براف. هل أنت عصبية؟ ساعات بس مش قوي يعني، هي عارف بطلع من زيرو لألف وانزل في لحظتها بالضبط. إذا نعم. وده حاجة جات لي على فكرة مع السن. هل أنت سعيدة؟ الحمد لله. نعم. هل أنت غيورة؟ لا. هل الحب أساس الزواج؟ نعم. هل بتتضايق من تدخل الناس والصحافة بحياتك الشخصية؟ لا. هل أنت طيبة القلب too much يعني TWO؟ ما بحبش أشكر حاجات دي، بحسها شكر في النفس قوي. هل الناس أنت اللي طيبة بقى القلب لدرجة الناس تستغلك؟ نعم. نعم. هل بتشوري أحد بقراراتك الشخصية؟ نعم. مين؟ بوسي صاحبتي. طيب. يا رب تكون يا بوسي. هل الشهرة هدف من أهدافك؟ لا. هل تبكي أحيانا؟ ده على طول. أنا ممكن أبكي دلوقتي عادي. أبكي يعني؟ لا، أنا دمعتي قريبة يعني، ممكن في ثانية يعني أتلمس أيا كان الأسباب يعني، ممكن عشان حاجات كبيرة وممكن عشان حاجات بسيطة كمان. تعرفي تحفظ السر أم لا؟ نعم. هل تنافقي اجتماعيا؟ لا. هل تكذبي بالحياة؟ يعني أحيانا يعني. نعم. قولي نعم. قولي نعم. لا بس بيبقى كذبات بيضة يعني. مفيش بيضة. هل تكذبي بالحياة؟ سمعيني. لا. هل تكذبي بالحياة؟ والله مش بكذب قوي. لا هل قلتي أنا مش نعم؟ كذابة خالص. لا يعني ممكن حاجات تبقى بسيطة. طيب. يعني مش عندك بلان بي بالحياة إذا تركتي ال لو تركت الشغل؟ نعم. نعم. تثقي بالناس؟ نعم. هل أنت في حالة حب حاليا؟ نعم. جيد. هل هناك صداقات حقيقية بالوسط الفني؟ نعم. هل تردي الإساءة بمثلها؟ لا. هل الشهرة حلوة؟ نعم. هل المال يجلب السعادة؟ نعم. هل تعلمت من دروس الحياة؟ نعم. كله نعم نعم. هل كذبت في أي إجابة سابقة؟ لا والله لا. طيب. منروح لفاصل الأول وبعدها رح نتابع